توقفنا في الجزء الماضي من لقائنا مع الدكتور محمد الأخضر معقال، توقفنا في مرحلة وفاة الرئيس بومدين والصراعات التي رافقت هذه مرحلة المرض ومرحلة الوفاة داخل النظام في حد ذاته، داخل النسق السياسي للنظام السياسي آنذاك، من حيث النزاعات بين العصب المختلفة والطوائف المختلفة والجهات والمصالح أيضا، سواء كانت مرتبطة بالحزب حزب جبهة التحرير الوطني آنذاك أو بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بالتحديد. ما الذي حدث؟ كيف نقرأ هذه المرحلة حتى نفهم ماذا عرفته الجزائر مباشرة بعد تسلم الرئيس الشاذلي بن جديد مقاليد الحكم بوصفه عقيدا آنذاك في سنة 1979؟ دكتور معقال، أنا سعيد أيضا بأن أواصل معك هذه القراءة الفلسفية التاريخية تاريخانية والتأويلية لتاريخنا المعاصر. أرجو منك أن تستريح يعني وأن تكون يعني بدون، نحن في جلستنا هذه ليس هناك بروتوكول وليس هناك تابوهات ولا محظورات، المهم أن نفكر سويا، أن نطرح الأسئلة الدقيقة، أن نبحث من دون أي محظور أي ممنوع. دكتور معقال، ألا تعتقد يعني بصدق وبصراحة من حيث التفكير كمثقف أن ما أسميته في لقاءاتنا السابقة بفكرة مشروع الدولة التي أرادها بومدين وجماعة ومؤسسة الجيش في مرحلة الاستقلال الوطني وما بعد 1965 إلى غاية بداية السبعينيات، ألا تعتقد أن هذه الفكرة التي تأسست رمزيا وأساسا على الحزب الدولة والجيش الدولة، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية، مؤسسة الحزب و يعني المؤسسات الجماهيرية والتنظيمات الجماهيرية التي كانت تطوف وتحوم حول النظام وما إلى ذلك، ألا تعتقد بأن ظاهرة الدولة في الثقافة الجزائرية، وهنا أضع الدولة بين شولتين يعني بين شولتين، عموما ما ارتبطت بالأشخاص والعصب والجماعات ولم ترتبط أبدا في تاريخنا منذ مصينيسة إلى اليوم لا بمؤسسات ولا بالقيم ولا بالأفكار ولا بمشروع مجتمع حقيقي؟ ألا تعتقد بأن فكرة الدولة عند بومدين وجماعته سواء السياسيين أو العسكريين إنما توفيت أو ماتت بوفاة بومدين بشكل من الأشكال؟ القضية إذا أردنا أن ندرسها يعني بطريقة فلسفية وبطريقة غير عادية كما تدرس مؤسسات جامعية، وإنما إذا تطرقنا إلى السؤال هل الدولة التي أسسها بومدين سواء في المرحلة الأولى عندما قادها بن بلة أو في المرحلة الثانية عندما قادها هو بومدين نفسه، هل هي دولة من طابع تقليدي إمبراطوري أم هي دولة من الطابع الجديد أي الدولة المعاصرة؟ هذه قضية جد مهمة، وعندما نحدق النظر في المرحلة الثانية لحكم بومدين وهو عندما تخلى عن بن بلة، المرحلة الأولى أعيد ذكر أنها مرحلة نهاية الستينات، والمرحلة الثانية هي مرحلة السبعينات. ماذا حدث في السبعينات؟ حدث أن في السبعينات كان يعتقد بومدين أنه أسس دولة، خلق مؤسسات ولا سيما مؤسسات اقتصادية، وقد طوق الحزب جبهة التحرير وقلص من دوره وقلص حتى من دوره كشرطة سياسية حيث كرقيب على المجتمع، حيث أن الرقابة على المجتمع
أدليت إلى ما هو أولى بها بالأمر أي الشرطة والأمن العسكري. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عندما بدأ يهتم بخلق شخصية بومدين الدولية ولا الشخصية الوطنية. مفروض فيها الشخصية الوطنية قدمتها الأمر في نهاية الستينات. فرضها بالقوة. فرضها بالقوة، فرضها بوسائل يقال فيها ما يقال، ولكنها أدت إلى أنه اعترف به كمسؤول كزعيم النظام الجديد. أما المرحلة الثانية كان يستهدف نوع من ستاتيو كيف يقولوا، يعني شخصية بارزة في الساحة الدولية. غير أنه في هذه المرحلة الفرصة التي تقدمت له هي موت وفاة عبد الناصر، جمال عبد الناصر، ووفاة زعماء إفريقيا كوامي نكروما موديبو كنتا مثلا لست أدري لم يكن وبعض المسؤولين الكبار في الدول الإفريقية، وفيه بداية انهيار حكم بورقيبة ونوع من الإثرة في الحكم المغربي عند الحسن الثاني على اعتبار النزاعات والصراعات ومحاولات الانقلاب مع الجنرال أفقير وغيره في المغرب. طبعا غير أنه عندما اهتم ب حركة عدم الانحياز سبقه التاريخ، لأنه عندما أراد أن يستقطب هذا ويجذب هذه الحركة عدم الانحياز إلى الجزائر ويجعل من سياسة حركة الانحياز سياسة تخدم صالح الجزائر وصالح بومدين، دخلت هذه الحركة في حركية ديناميكية راديكالية. راديكالية أي مالت أكثر فأكثر نحو القطب كوبا. كانت تزعم كوبا وخلقت كوبا في أواخر السبعينات منظمة اسمها تريكونتيننتال. كنا تكلمنا فيما سبق على إنسان زعيم مغاربي مشهور رحمه الله وقتل في باريس وهو مهدي بن بكر. نعم. وقع بومدين في حرج هل يمكن أن نوظف هذه حركة عدم الانحياز في قالب يكون قالب في نوع من إكليبر توازن القوى فيما بين الشرق والغرب، أو نمشي مع ما كان يسير آنذاك في هذه الحركة أي الراديكالية، أي الميل أكثر فأكثر إلى القطب الاشتراكي أو القطب الشرقي. وهذا أحرج كثير، لأنه بالحقيقة فكرة عدم الانحياز، ولو أننا لا نركز على الموضوع الآن، هناك أطروحات هناك بحوث في هذا المجال، يعني في الحقيقة عدم الانحياز بالحقيقة دائما كان منحاز. منظمة عدم الانحياز لم تكن منحازة غير منحازة بالصورة التي نعرفها. أكيد كانت في مجرى صراعات الحرب الباردة أولا الساحة الدولية، ولكن داخل الحركة كان صراعات، كان من الزعامة على التوجيه نحو معسكر ضد آخر، وكذلك الاضطراب في الساحة الدولية لعب دور كبير في هذا السياق، حيث اشتعلت نيران في الشرق الأوسط مع سبتمبر الأسود. أسود
في راديكالية الحركة التحريرية لفلسطين، زائد على ذلك مسألة الصحراء الغربية في 75، مسألة الحرب الأهلية في لبنان، توغل السوري في لبنان، تدخل الإسرائيلي صراع الإسرائيلي في المنطقة، تدخل الأقطاب كلها، إلى أن وصلنا إلى 78. يعني 78 الثورة في إيران، 79 نعم 78 79 ثورة في إيران، هذا كله خلى بومدين يفكر في استراتيجية جديدة لحفظ هذه الشخصية التي بناها وتبناها، شخصية جديدة كزعيم، وكان يفكر كيف أنا تنهار هذه الشخصية التي كونها في الستينات كشخصية بارزة معروف بها في الساحة الوطنية الجزائرية، وهو في نفس الوقت في حالة اضطراب وفي حالة بحث عن شرعية دولية، شرعية دولية، بناء شخصية معترف بها في الساحة الدولية. في الشرط الأول للسبعينات، أي من 71 أزمة المحروقات إلى 75 لانطلاق اندلاع قضية الصحراء الغربية، رأينا أن بومدين كان يستعمل قضية المحروقات وقضية تعميم المحروقات كفكرة يعني ثورية يعطيها كمثل في النزاعات الثورية اتجاه الاستعمار واتجاه الإمبريالية. وفي نفس الوقت كان يقول ويصرح دولين أنه لا يريد قطع العلاقات مع فرنسا، بل يريد أن ينوع في الشركاء في بناء نظام دولي عادل جديد، وحتى في بناء الاقتصاد الجزائري. يعني حتى تعامله مثلا في التسلح مثلا أكيد. كان متجه أساسا نحو روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، لكن أيضا هناك تحت الطاولة عن طريق زجار وجماعته ربما كان في توجه نحو أوروبا وأمريكا تحديدا، أمريكا نعم أوروبا في الثمانينات.